مكتسبة اللي هي خطوات المناعة الخلطية، وخلصناها اللي هي الأجسام المضادة اللي هي فيها ارتباط الخلايا الليمفاوية أو الخطوة الباقية بالأنتيجين. تاني خطوة كان دور الخلايا البلعمية الكبيرة. تالت خطوة تنشيط الخلايا التائية المساعدة TH. رابع خطوة كانت إنتاج الأجسام المضادة. خامس خطوة تدمير الكائنات الممرضة أو الميكروبات. بعد كده عندنا الخطوات المناعة الخلوية أو المناعة بالخلايا الوسيطة. فخدنا دور الخلايا البلعمية الكبيرة أول خطوة، وتاني خطوة خدنا إيه اللي هو تنشيط الخلايا التائية المساعدة، وبعد كده تالت خطوة وهي الأخيرة في الخلايا في المناعة الخلوية أو المناعة بالخلايا الوسيطة اللي هو إيه دور الخلايا التائية السامة القاتلة. وتتعرف الخلايا التائية